طيب يعطيك العافية جميعا. اليوم بدنا نذكر مثال على موضوع الكومبينيشن سيركت، والفكرة الأساسية إنه how to design a full adder circuit using half adders طيب بداية مشان نفهم الموضوع، زي ما أنا مبين لك هون في عنا هاي التروث تيبل اللي عيدنا شمال، هاي التروث تيبل هون، هاي اللي بتمثل طبعا التروث تيبل للفول آذر، هذا اللي بيمثل التروث تيبل للفول آذر، تمام. وطبعا على ايدنا اليمين هذا التروث تيبل مع الفانكشنز اللي هي بتمثل الصم والكري للهاف آذر. طبعا اخذنا هذا الحكي سابقا. شوفوا بس مشان يكون الموضوع واضح، احنا طبعا هون قاعدين نتعامل مع بيتس. احنا بدنا نمثل الفول ادر، الفول ادر هو فعليا يعني مجموع او الصميشن والكري ل 3 بيتس، ل 3 بيتس. فمشان تتوضح الامور عنا، مثلا انا في عندي 3 بيتس، طبعا لهم احتمالات مختلفه ل 3 بيتس، ممكن يكونوا 000 لحد ما يكونوا 111. باختصار مشان نفهم الموضوع، هلا مثلا اذا في عندي والله اكس 0 واي 0، طبعا حكينا 3 بيتس احنا، او زي ما احنا هون مسمينهم اللي هم اي وبي وسي سي ان، اي وبي وسي ان، هذول ال 3 بيتس اللي انا بدي اضيفهم مع بعض. الهاف الفول ادر، لاحظوا احنا باخذ هذول الثري بيتس وصممنا سيركت، اوجدت للصم فانكشن اللي هو هيو طلع عندي A اكسكلوسيف اور مع B، اكسكلوسيف اور مع C، هيو هون قدامنا، والكاري بالنسبه له اللي هو برضه هذا هاي القيمه، هاي القيمه. انا هذول طبعا بدي اوجدهم من خلال استخدامي للهاف ادرز، مشان نفهم طبيعه المشكله، انا اول شيء هون شو يا جماعه بدي اعمل مشان بدي استخدم هاف ادر؟ بدي اجمع الاي مع البي، بجمع الاي مع البي. هلا يعني اذا الاي والبي دخلتهم انا على هاف ادر راح يعطيني الصم وكري، الكري اللي بده يطلع من مجموع هذول الاثنين، الكري اللي بده يطلع من مجموعة الاثنين بخليه هلا مبدئيا هون، هذا الكري. الصم الهم، الصم الهم اللي هو ناتج جمعهم، الصم احنا بندخله فعليا مع السي ان، بندخله مع السي ان على ايش؟ على هاف ادر ثاني، يعني هذول الصم مع السي ان، هون بنستخدم الهاف ادر الثاني. الهاف ادر الثاني برضه راح يكون له صم، وهو فعليا هذا الصم هو اللي راح يكون الصم للهاف ادر، المفروض يعطيني هذا العلاقه هاي اللي هي A اكسكلوسيف اور مع B اكسكلوسيف اور مع C، وبيطلع عندي برضه كاري من هون. الكاري هذا هلا بدي اشوف شو بدي اعمل فيه اذا في عندي كاري. هلا صار في عندي كاري هون من العلاقه الاولى اللي هي جمع A و B، وكاري اخر من حاصل جمع الصم تبع A و B مع البت الثالثه اللي هي السي ان. طيب هلا لاحظوا يا جماعه، انا اذا في عندي مثلا 111 بدي اجمعهم مع بعض، اول شيء بجمع واحد وواحد راح يطلع الجواب عندي صفر وباليد واحد، بعدين حكينا الصم بنجمعه مع البت الثالث اللي هي 1، فاذا 0 1، اذا لاحظوا شو الجواب بده يطلع 1 و1 اللي هو 3، تمام. لاحظوا الكاري هون هذا الاول جمعناه مع ولا شيء، مع صفر، ودائما الكاري اللي هون، الكاري اللي من 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 العلاقتين من حاصل الجمع الاول ومن حاصل الجمع الثاني دائما راح يكون فقط راح تكون واحد واحدة فقط، يعني إما واحد وصفر، الكاري الأول واحد والكاري الثاني صفر، أو الكاري الأول صفر والكاري الثاني
واحد، أو طبعا إنه يكونوا تو كاريز زيرو زيرو، هاي حالات الكاري الأول والكاري الثاني. فبالتالي لاحظوا أنا هذول حاصل جمعهم، ما في داعي إني أرجع أستخدم هاف آدر جديدة مشان أجمع الكاري هاد مع الكاري هاد. هاي بداية، هاي بحكي قاعد كلوجيك. هلا هون من العلاقات هاي رح نفهم شو اللي بدنا نستخدمه بين الكاري هاد والكاري هاد، حسب طبعا العلاقات اللي تبعت الصم وتبعت الكاري للفول آدر. بس هيك أنا أعطيتك فكرة عن اللي بدنا نستخدمه. هلا بالنسبة لتمثيل الفول آدر، حكينا أول إشي في عندي A وفي عندي B، كلنا بدنا ندخلهم على هاف آدر. هاي هيك على هاف آدر. طيب لاحظوا هلا الهاف آدر إله تو أوتبوتس، إله صم، هاي بدي أرمز لها بإس، وإله كاري، هاي كاري. لاحظوا احنا هون هلا الصم حكينا بدنا ندخله على ايش؟ على هاف آدر ثانية، وايش بدنا نجمع له؟ بدنا نجمع له اللي هو السي ان، اللي هو البت الثالثة، البت الثالثة بدي اجمعها مع الصم اللي طلع عندي من A و B. طيب اذا حكينا هاي السي ان، هاي السي ان اللي هي البت الثالثة، هيني بدي ادخلها مع على الهاف آدر هذا. هلا لاحظوا هون الهاف آدر راح يعطيني برضه تو اوتبوتس، راح يعطيني الصم وراح يعطيني الكاري الثاني. طيب هاي الصم وهاي الكاري الثاني. هلا لاحظوا يا جماعة الصم هون، الصم هذا شو قيمته كفانكشن؟ هايو الهاف آدر الصم علاقته هي A exclusive OR مع B. إذا لاحظوا هذا الصم راح يكون A exclusive OR مع B. وبالنسبة للكاري شو راح يكون؟ هايو الكاري للهاف آدر هي الأول ANDED WITH الانبوت الثاني، الانبوت الاول اندد ويز الانبوت الثاني، طبعا عندي A و B، فاذا الكاري هون راح يكون A و B. هاي الشغله مهمه مشان من خلالهم هذول بدي اوجد فانكشن او الفانكشنز تبعون الاوتبوتس للفول ادر. طيب هلا بالنسبه للصم هذا، الصم للهاف ادر الثاني، طبعا الصم للهاف ادر حكينا هو الانبوت الاول exclusive OR مع الانبوت الثاني. طيب هون عندي الانبوت الاول هو A exclusive OR مع B، اذا هاي عندي A exclusive OR مع B، هذا الانبوت الاول بدي احطه بين اقواس، exclusive OR مع الانبوت الثاني، الانبوت الثاني اللي هو ايش؟ اللي هو CN، اذا هيو exclusive OR مع الانبوت الثاني اللي هو سي ان. لاحظوا هيني هيك انا هاي الصم اللي طلع عندي من الهاف ادر الثاني هو الصم تبع ايش؟ تبع الفول ادر. اذا هيك بكون انا انتهيت من الاوتبوت الاول للفول ادر، هيني اوجدته من خلال الهاف ادرز هذول او من خلال السيركت اللي رسمتها. هلا بنتقل للكاري. الكاري لاحظوا يا جماعه هيو هاي قيمته، هيها موجوده هون، هيها هون اللي هي A exclusive OR مع B، A XOR B بين أقواس ANDED WITH C، والكل OR AB، الكل OR AB. طيب هلا نيجي للكاري هذا اللي موجود عندي هون. الكاري هذا يا جماعة شو قيمته؟ الكاري هذا بالهاف آدر شو قيمته؟ لاحظوا الكاري هو الانبوت الأول ANDED WITH الانبوت الثاني. طيب شو الانبوت الأول عندي هون للهاف آدر هذا؟ A exclusive OR مع B. إذا الكاري هذا شو راح تكون قيمته؟ A exclusive OR مع B، هذا الانبوت الأول، ANDED هاي بين أقواس ANDED WITH الانبوت الثاني. طب شو الانبوت الثاني لهذا الهاف آدر؟ اللي هو CN، هاي CN، تمام؟
هذا اذا الاوتبوت الكاري، هذا البوليان فانكشن او الفانكشن اللي بيمثل الكاري للهاف ادر الثاني. طب انا شو بدي؟ انا بالنهايه بدي هاي القيمه اللي هي A اكسكلوسيف اور مع B اندد وذ C الكل اور AB. لاحظوا هيو انا كله موجود عندي، الاي بي هون موجوده والطرف الاول هذا هيو موجود بالكاري الثاني. اذا اللي بدي اياه هذا الكاري هيو بجيبه لهون، والكاري اللي من هون هيو اللي هو اي بي، عشو بدي ادخلهم هدول؟ بدي ادخلهم على اور جيت، على اور جيت. هذا شو راح يعطيني يا جماعه؟ هذا فعليا بعطيني الكاري الكلي او الكاري لايش؟ للفول ادر. اذا هذا فعليا الصم هو اللي هو A exclusive OR مع B exclusive OR مع CN هي اللي بتعطيني الصم الكلي للفول ادر، والكاري من الاول OR الكاري من الثاني بعطيني الكاري الكلي للفول ادر. لاحظوا يا جماعه مشان هيك انا لاحظوا اخترت او احتجت هنا OR gate، ما احتجت ل another half adder بين الكاري اللي هون والكاري اللي هون. هل يجوز؟ يجوز اذا انا بدخل هاي القيمه مع هاي القيمه على half adder يجوز. ولكن لاحظوا انا قلت لك هاي الخيارات المختلفه 1 0 0 1 0 0، اذا دائما اللي بدخلها على هاف ادر راح يكون الكاري صفر، يعني ما في عندي كاري، فمشان هيك انا ما بحتاج اصلا لهاف ادر. وليش بدي اعقد المساله؟ ليش بدي اختار هاف ادر اخر؟ الهاف ادر طبعا قلنا راح يتكون هيو الهاف ادر، شوفوا بدي فيه راح يكون فيه اكسكلوسيف اور وراح يكون فيه اند جيت. طبعا الاكسكلوسيف اور هي عباره عن نوت واند واور، فانا ليش اعقد الموضوع؟ بما اني انا بقدر الفكره الاساسيه اللي بدي بين الكاري هذا والكاري هذا هو فقط اور جيت، حسب طبعا العلاقه اللي تبعت الكاري بالنسبه للفول ادر. فهذا يا جماعه الفكره حبيت اذكر لكم اياها بالنسبه لتمثيل الفول ادر باستخدام هاف ادرز. خليني انهي الريكوردينج بعد اذنكم.